الظهيرة من الميادين، السلام عليكم وإلى عناوينها. فابيوس يتحدث عن تقدم في مفاوضات لوزان إنما ليس بقدر كاف بعد لإبرام اتفاق، وعراقتش يقول إنما سيصدر هو بيان إعلامي مشترك. أكثر من 100 شهيد وجريح من المدنيين في غارة للطائرات السعودية على مصنع للألبان في الحديدة غرب اليمن. رئيس الوزراء العراقي ووزير الداخلية في تكريت ودعوات لعشائر صلاح الدين للمساعدة على الإمساك بالأرض المحررة. ودولة فلسطين رسميا عضو في المحكمة الجنائية الدولية. استؤنفت في مدينة لوزان سويسرية المباحثات بشأن النووي الإيراني برغم انقضاء المهلة المحددة لها. وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أعلن أن مفاوضات لوزان تقدمت إنما ليس بقدر كاف بعد لإبرام اتفاق. أما الوفد البريطاني المشارك فأفاد بالتوصل إلى ما سماه إطارا عام لتسوية النووي الإيراني، وأشار في الوقت ذاته إلى بقاء الكثير من العمل. فيما قال دبلوماسي ألماني إن المفاوضات متعثرة عند عدة مسائل هامة. إلى ذلك أعلنت موسكو اليوم أن وزير خارجيتها سيرجي لافروف غادر لوزان وأن نائبه ريابكوف يقود الوفد الروسي. مراسل الميادين أفاد بأن الوفد الصيني وزع اقتراحا يدعو المفاوضين إلى التعاطي مع الملف النووي من خلال سلة حلول متكاملة وأن تمر عبر مجلس الأمن الدولي. كبير المفاوضين في الملف النووي الإيراني عباس عراقتشي أعلن أن ما سيصدر عن محادثات لوزان هو بيان إعلامي مشترك يشار فيه إلى المواضيع التي جرى التوافق عليها. عراقتشي لفت إلى أن البيان لن يكون مرفقا بأي وثائق، وأضاف أن المحادثات تتركز حاليا على نقطتين أساسيتين تقدم آراء لحلهما. المسؤول الإيراني أضاف أن المحادثات ستتواصل حتى حل المسائل العالقة وهي على مستوى وزراء الخارجية، أما مغادرة بعضهم فلا علاقة له بسير المفاوضات بل ببرنامجهم. ومن لوزان ينضم إلينا مراسلنا موسى عاصي. موسى، تطورت الساعات الأخيرة في مخص الملف النووي الإيراني بعد أن استؤنف بعد انتهاء المهلة، تفضل. نعم، حتى هذه اللحظة الأجواء داخل قصر بونيفاج خلفي تبدو أكثر ضبابية من أجواء لوزان. المعلومات والمواقف تتضارب بين ساعة وأخرى وتتبدل من سلبية إلى إيجابية وتعود إلى سلبية من جديد. الإعلان الذي صدر عن كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقشي قبل قليل حول إمكانية الخروج ببيان عام من هذه الجولة من المفاوضات هو الأقرب إلى المنطق بعد تعذر التوصل إلى اتفاق سياسي كما كان مقررا أن تنتهي به هذه الجولة. المواقف التي صدرت من باريس كانت واضحة وقد أشرنا إليها في 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 في, في نشراتنا سابقا، أن هذه المواقف كانت أكثر تشاؤمية وبدلت الأجواء التي صدرت صباح اليوم أو فجر اليوم إن على لسان وزير الخارجية الإيرانية أو على لسان وزير الخارجية الروسية. إذن إيجابية الصباح تبدلت بعد الظهر وتحولت إلى أجواء تشاؤمية. هناك عدد من النقاط التي لم يتمكن المفاوضون الدخول بها أو حالتها. نحن نقف دائما أمام ثلاثة بنود: البند المتعلق بآلية رفع العقوبات وكيفية إعادة هذه العقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي في حال رأى الغرب أو رأت المجموعة الدولية أن إيران لم تلتزم بتعهداتها. هذه نقطة أساسية لم تجد بعد طريقا إلى الحل، ويفهم من هذه المسألة أن هناك تفاهم على رفع العقوبات، لكن هناك الآلية التي يمكن أن تعاد من خلالها هذه العقوبات من جديد على إيران، هذه المسألة غير واضحة. النقطة الثانية، نتحدث عن مسألة الأبحاث والتطوير. دائما هذه المشكلة موجودة على طاولة المفاوضات من دون أن تجد لها طريقا للحل. وأيضا النقطة الثالثة التي تتعلق بمهلة تطبيق الاتفاق النووي بعد توقيعه، وهي تتراوح ما بين 7 سنوات بالنسبة للجانب الإيراني، 10 سنوات بالنسبة للجانب الأمريكي، ومن 15 إلى 25 عاما بالنسبة للجانب الفرنسي. المعلومات التي وصلتنا من العاصمة الفارسية
من العاصمة الفرنسية عفوا تؤكد أن هناك خلافات بين المجموعة الدولية، مجموعة الخمسة زائدا واحدا. نعم. المسؤولين أو وزراء خارجية المجموعة الدولية ليسوا على نفس المستوى من التعاطي مع ملف العقوبات الدولية. نعم. وقد أوضح ذلك وزير الخارجية الروسية بشكل علني. موسى، تحديدا حول هذه النقطة، تصريحات أو مغادرة وزير الخارجية الفرنسي لوزان إلى فرنسا ولقائه الرئيس الفرنسي، ومن ثم هذه التصريحات التي أدلى بها، كيف فهمت في لوزان لدى المجتمعين هناك؟ نعم، المشهد مغادرة وزير الخارجية الفرنسية يمكن التوقف عنده مليا. الوزير الفرنسي أو فريق الوزير الفرنسي كان قد سرب قبل مغادرته أن هناك كلمة سيلقيها للصحفيين أو تصريحا صغيرا سيدلي به أمام الصحفيين، ولكنه عاد وخرج من باب خلفي لفندق البوريفاج بينما كان الصحفيون ينتظرون في مكان آخر، ولم تظهر عن الخارجية الفرنسية أو لوران فابيوس أي كلمة إلا فبعد وصوله إلى باريس قال جملة واحدة: أننا لم نصل بعد إلى مرحلة توقيع الاتفاق. وكانت يعني مصادر الكيدورسي أو وزارة الخارجية الفرنسية التي استقينا منها بعض المعلومات تحدثت عن أن الأمور سيئة ولم نصل بعد إلى مرحلة توقيع الاتفاق. يمكن الوقوف عند هذا المشهد للقول أن وزير الخارجية الفرنسي بخروجه بهذا الشكل وبعيدا عن الصحافة أنه غير راض عما يجري داخل قاعات المفاوضات، غير متحمس لما يعرض، خصوصا أن الجانب الإيراني كان أعلن فجر اليوم أن هناك تقدم في هذه المفاوضات وأن هناك إمكانية للبدء بكتابة نص مسودة الاتفاق. لذلك يفهم من هذا المشهد، من مشهد مغادرة الوزير الفرنسي، أنه لم يرضى عما يجري وفضل البقاء بعيدا في حال إعلان البيان السياسي اليوم من قبل، على الأرجح من قبل المفوضة الأوروبية فيدريكا موغريني. نعم، تحديدا حول هذا البيان، يعني ما هي المخارج التي من الممكن أن يلجأ إليها اليوم المتفاوضين في لوزان، خصوصا أن يعني أغلب وزراء الخارجية غير موجودين، وزير الخارجية الروسي، وزير الخارجية الفرنسي، وأيضا وزير خارجية صيني غير موجودين في لوزان. نعم. كيف سيتم يعني التوصل إلى هذا الاتفاق أو الإعلان عنه ربما؟ نعم، من الصعب تصور التوصل إلى اتفاق سياسي في لوزان مع مغادرة ثلاثة وزراء من وزراء الخارجية، وزراء المجموعة الدولية، وتحديدا وزير الخارجية الفرنسي المعروف بتشدده من هذه المفاوضات. إذا مغادرة هؤلاء الوزراء كانت إشارة واضحة أنه لن يكون هناك اتفاق في هذه المرحلة إلا إذا حصل تغيير كبير ومفاجأة كبيرة في الساعات المقبلة تضطر الوزراء أو بعضهم العودة إلى لوزان، ولكن حتى الآن لم نصل بعد إلى هذه المرحلة. إذا الخيار الوحيد الذي يمكن أن نتحدث عنه الآن هو الخروج ببيان سياسي عام. البيان السياسي العام بالنسبة للجانب الإيراني لن يكون وثيقة يعتمد عليها من أجل تطبيق الاتفاقيات أو الذهاب بعيدا في تطبيق الاتفاقيات، سيكون بيانا أو وثيقة غير موقعة من أي طرف من الأطراف، هو مجرد وثيقة أو بيان سياسي يعلن ويمهد الطريق من أجل مفاوضات ستستمر حتى نهاية حزيران يونيو المقبل. إذا هذه المسائل التي قد تتضمن في البيان الختامي الذي من المحتمل أن يصدر اليوم لن تكون إلزامية لأحد، أي طرف بما أنه لن يكون هناك توقيعات، أي طرف من هذه الأطراف يمكن أن يتخلى عما ورد في هذا البيان من دون أن يكون هناك أي عقوبة أو أي بند يتعلق باضطرارية أو بإجبار هذا الطرف على البقاء أو تنفيذ الاتفاق. إذن الإيرانيون حتى الآن، وهذه موقف مبدئي ورسمي، لن يوقعوا أي وثيقة ما لم نصل إلى الاتفاق النهائي الذي يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، وفي أولها وفي مقدمة هذه التفاصيل آلية رفع العقوبات بشكل واضح وصريح. نعم، إذا موسى عاصي مراسلنا من لوزان سويسرية، شكرا لك. وبالتوازي أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما جمع فريقه للأمن القومي في مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية لمناقشة آخر تطورات المفاوضات النووية مع طهران.
الأمم المتحدة سنكرت الغارة الجوية على مخيم للنازحين شمال اليمن أول من أمس، والتي ذهب ضحيتها أكثر من 40 شخصا. المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق وصف الغارة بأنها تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وأضاف أنه تجب محاسبة الجهة المسؤولة عنها. استشهد وجرح أكثر من 100 يمني مدني في قصف لطائرات التحالف السعودي على مصنع للألبان في الحديدة غرب اليمن وفق ما أفاد به مراسلنا. كما استشهد 6 جنود بينهم ضابط وجرح 5 آخرون في غارة سعودية استهدفت قوات خفر السواحل في ميناء ميدي في حج شرق البلاد وفق أيضا ما أفاد به مراسلنا. هذا ودخل الجيش اليمني إلى قاعدة عسكرية في منطقة دباب قرب باب المندب على البحر الأحمر، ذلك بحسب ما ذكرت وكالة رويترز. إلى ذلك انطلقت مسيرات في محافظات يمنية عدة تنديدا بقصف التحالف السعودي اليمني. مجزرة جديدة بحق المدنيين ارتكبتها الطائرات السعودية باستهدافها مصنعا للألبان والأجبان بمحافظة الحديدة، أكثر من 100 شهيد وجريح كانت المحصلة. الطائرات السعودية أغارت على مواقع حيوية ومناطق سكنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة وتعز وحج ومأرب، مخلفة المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين. مجزرة الحديدة التي تشير إلى منهجية تدمير البنى التحتية والاقتصادية في اليمن كانت سبقتها مجزرة في مخيم الحجة، والتي راح ضحيتها أكثر من 250 شخصا بين شهيد وجريح. في محافظة حجة استهدفت الطائرات ميناء ميدي ما أدى إلى سقوط 10 شهداء والجرحى، وفي مديرية يريم بمحافظة إب قصفت الطائرات محطة للمشتقات النفطية. تواصل الغارات لم يعق تقدم الجيش اليمني على الأرض، حيث تقدمت عناصره على 3 محاور: المحور الأول تعز العند، المحور الثاني أبين عدن، والمحور الثالث البيضاء شبوة. وزارة الدفاع اليمنية أشارت إلى استخدام السعودية أسلحة محرمة دوليا، وهذا ما أكدته منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان التي أعلنت أنها تمتلك أدلة تثبت استخدام المملكة أسلحة محرمة دوليا في عدوانها على اليمن. المنظمة أوردت في تقرير لها أن السعودية والدول المتحالفة معها استخدمت قنابل عنقودية في غاراتها الجوية لقصف اليمن، مستهدفة مناطق سكنية في أحياء العاصمة صنعاء. المنظمة قالت إنها وثقت مقتل 23 مدنيا بينهم أطفال وتدمير 14 منزلا في حي بني حوات بالقنابل العنقودية المحرمة دوليا، معبرة عن تخوفها من تكرار استخدام هذه الأسلحة المحرمة خلال الغارات المستمرة على اليمن. ومن العاصمة اليمنية صنعاء ينضم إلينا مراسلنا أحمد عبد الرحمن. أحمد، المشهد الآن في صنعاء والمدن المحيطة بها كيف هو؟ في صنعاء يخيم الهدوء الحذر منذ ساعة الصباح الأولى على المشهد في صنعاء، لكن الغارات ما زالت متواصلة، الغارات الجوية والقصف أيضا الصاروخي والمدفعي على محافظة صعدة وتحديدا على المناطق الحدودية في هذه المحافظة. قبل قليل وصلتني معلومات عن شن الطيران السعودي غارتين على جبل حرم في محافظة صعدة، وهذا الجبل يقع في أطراف المحافظة وتحديدا مع القريب من الحدود السعودية ومن المناطق السعودية القريبة من محافظة صعدة. هذه الغارات جاءت بعد قذائف مدفعية سقطت على منزل قبل ساعة ربما من الآن، وأودت بحياة مواطنين، أب ونجله، وكان في منزلهم في منطقة القنيطر في صعدة. أيضا هذه الغارات تتواصل على العديد من المناطق في المحافظة رازح، وأيضا الكثير من الطرقات الرئيسية، وتستهدف جبل أو منطقة مران بلدة سيد عبد الملك الحوثي زعيم أنصار الله. هذه 3 غارات استهدفت فقط بلدة مران منذ مساء أمس. أيضا منطقة شداء
وأيضا كتاف ورازح ومناطق أخرى. فقط منطقة فدا سقط فيها أكثر من 12 صاروخا خلال الثلاثة الأيام الأخيرة، وبالتالي المناطق الحدودية تتعرض لقصف متواصل من الطيران وقصف بري بالصواريخ وقذائف المدفعية. هذا القصف أودى بحياة الكثير من المدنيين، وحتى هذه اللحظة دينا ليس هناك إحصائيات تتحدث عن عدد الشهداء والجرحى في هذه المناطق التي أصبحت عرضة للقصف السعودي. طيب أحمد، لو نستطيع أن نصف المناطق التي يستهدف هذا القصف السعودي، هي بأغلبها ماذا؟ مناطق سكنية أم ماذا؟ مناطق آهلة بالسكان وذات كثافة كبيرة بالمواطنين، بحسب تأكيدات لمصادر محلية في أغلب هذه المناطق لا يوجد هناك معسكرات يمكن أن تبرر استهداف هذه المناطق. أغلب هذه المناطق وإن كانت حدودية هي تخلو من المعسكرات أو المواقع العسكرية، باستثناء منطقة المنزالة الواقع فيها معسكر المنزالة وهو أحد المعسكرات المهمة، إضافة إلى المناطق أخرى، لكن أغلب هذه المناطق تخلو من المعسكرات وتحديدا منطقة رازح والكثير من هذه المناطق التي تعرضت للقصف المتواصل منذ الصباح. وأغلب الضحايا دينا هم من المدنيين الذين سقطوا جراء استهداف منازلهم وسقوط هذه المنازل على رؤوسهم. أيضا تم استهداف مناطق زراعية فيها بعض المزارعين الذين يتواجدون في مزارعهم بشكل يومي وروتيني، وبالتالي لا يمكن أن تبرر هذا أو يبرر هذا القصف المتواصل إلا من خلال إذا ما كانت القوات السعودية أو قوات التحالف السعودية تمهد لغزو أو تحرك بري من خلال هذه المناطق، وخصوصا مع معلومات تتحدث أن حالة استنفار قصوى في أوساط المواطنين السعوديين الذين يتواجدون في المناطق المحاذية والقريبة من محافظة صعدة هم في حالة استنفار، وأيضا هناك حالات نزوح كبيرة لهؤلاء السكان بفعل الضربات المتتالية من الأراضي السعودية، وهناك تخوفات من أي رد يمني قد يأتي من الجيش أو من اللجان الشعبية التي تتواجد بكثافة في هذه المناطق دينا، وخصوصا أيضا أن مناورة كانت قد احتضنتها مدينة أو منطقة كتاف خلال الأسابيع الماضية. هناك تخوفات في الأراضي السعودية، وربما هذا ما يبرر الاستهداف المتواصل بالقصف الصاروخي والمدفعي وبقذائف الكاتيوشا والهاونات على هذه المناطق المحاذية للحدود السعودية. طيب منظمات أحمد تتحدث عن استخدام أسلحة محرمة دوليا، قنابل عنقودية وما إلى ذلك من الأسلحة داخل اليمن في المناطق التي يتم استهدافها. كيف هو المشهد أو ربما شكل الإصابات؟ الأطباء داخل المستشفيات عن ماذا يتحدثون أيضا؟ الجثث تتفحم، من يتم استهدافهم من المدنيين تتفحم جثثهم بشكل غريب. أيضا هناك حالات يعني مصادر طبية تتحدث عن حالات وصلت إلى المستشفيات وهي تعاني من حروق كبيرة وأيضا من بتر أطراف ومن تفحم ومن ذوبان أيضا في أوصال هؤلاء من يتم استهدافهم من قبل الطيران السعودي. المنظمات تحدثت عن قنابل عنقودية استخدمت في الكثير من الغارات التي في صنعاء وفي مناطق أخرى، لكن حتى هذه اللحظة يمنيا أو من وزارة الصحة اليمنية لم تتحدث عن نوعية هذه القنابل وأيضا عن نوعية الإصابة التي يتعرض لها هؤلاء. لكن في المجمل المستشفيات اليمنية تعاني من ضعف في أو من عدم قدرتها في تقديم الخدمات التي يمكن من خلالها إنقاذ
لإنقاذ هؤلاء الجرحى الذين تغص بهم مستشفيات العاصمة صنعاء ومستشفيات أخرى. هناك أيضا حالات دينا من مصادر محلية تحدثت عن فقدان العديد من الأشخاص، بمعنى أن الذوبان لحوم هؤلاء الأشخاص بشكل كامل ولم يتبقى منهم سوى العظام، بالتالي هذا يشير إلى أن هناك أسلحة محرمة دوليا تستخدم في هذه الغارات وفي هذه في هذا العدوان المتواصل منذ أسبوع. ونحن بانتظار تقارير رسمية من وزارة الصحة اليمنية التي ما زالت تتحدث فقط عن إحصائيات أولية للجرحى ولم تقدم تقارير في هذا الجانب المهم والذي تحدثت عنه منظمات أو العديد من المنظمات الدولية. منظمة دولية رصدت سقوط أكثر من 62 طفلا في هذه الغارات. أيضا والغريب أن وزارة الصحة اليمنية لم تتحدث عن هذا الأمر. نحن نتحدث في تغطيتنا المستمرة عن سقوط العديد من المدنيين من نساء وأطفال، لكن ليس لدينا إحصائيات في هذا الجانب. المنظمات الدولية ربما تحركت في الساعات الماضية ورصدت هذا العدد الكبير من الأطفال، بمعنى أن جميع من يستهدف الآن هم من المدنيين، أغلب من يستهدفهم من المدنيين، أغلب الضحايا هم من المدنيين وتحديدا من الأطفال والنساء وكبار السن الذين يتواجدون في الغالب في منازلهم وفي الطرقات. هناك غارات استهدفت دينا سيارات كانت تعبر في العديد من الطرقات في مأرب وفي حجة وفي مناطق أخرى. الاستهدافات الآن تحولت من ضرب المنازل والأحياء السكانية إلى ضرب من يعبرون أو من يتنقلون في هذه الطرقات، وكانت آخر مجزرة ارتكبت في يريم في الطريق العام إلى جانب استهداف حي سكني. طيب أحمد، تحديدا حول الإصابات التي تحدث عن إصابات لا يمكن أو ليس بمقدور مستشفيات في صنعاء معالجتها، هل يعني حديث عن نقل جرحى وإصابات إلى خارج اليمن؟ طبعا نتحدث عن سلطنة عمان. هناك معلومة تتحدث عن هذا الأمر، لكن في النهاية حتى هذه اللحظة ليس هناك تأكيدات وليس هناك أيضا من سماح لنقل هؤلاء الجرحى سواء إلى سلطنة عمان أو دول أخرى كإيران التي أبدت استعدادها لاستقبال ولتقديم المعونات. بالأمس تم منع هبوط طائرة مساعدة طبية تابعة للصليب الأحمر، وأيضا تم منع وصول الكثير من المساعدات الطبية، وبالتالي هذا الأمر قد يعمل على ارتفاع عدد الشهداء. من يمنع أحمد؟ من يحاصر البلد الآن هي قوات التحالف السعودية التي تحدثت بأن الأجواء اليمنية صارت تحت سيطرتها بشكل كامل، بالإضافة إلى الموانئ والبحرية، بمعنى أن البلد الآن تحت الحصار الكامل، منع لوصول المساعدة الطبية، منع أيضا لوصول المواد الغذائية، إضافة إلى قصف مصانع المواد الغذائية في الداخل اليمني. هذا الحصار يمتد إلى المستشفيات وقصف المستشفيات ومنع خروج أو نقل الجرحى إلى خارج البلد لتلقي العلاج في مستشفيات يمكن أن تنقذهم. الآن هم عرضة للموت في هذه المستشفيات اليمنية التي تعجز في كثير من الأوقات عن تقديم المساعدة لهؤلاء الذين يعانون من إصابات بالغة ومن تبتر في أطرافهم، وأيضا من تعرضهم للكثير من الإصابات في مناطق حساسة في رؤوسهم وفي صدورهم وفي مناطق الكثير حساسة جدا بحسب ما تقوله مصادر طبية في العديد من المستشفيات في العاصمة أو في المحافظات الأخرى. وبالتالي مستشفيات العاصمة الآن تعاني من هذا الأمر، جميع الحالات أو أغلب الحالات تنقل إلى مستشفيات العاصمة باعتبارها مستشفيات تملك من الإمكانيات ما تقدمه لهؤلاء، لكن في الكثير من الحالات المستشفيات العاصمة كغيرها من مستشفيات البلد تعاني في هذا الجانب تحديدا كون الإصابات خطيرة وبالغة.
نعم. طيب أحمد، يعني في ظل هذه الحالة، الحاجات الأساسية أو الحاجات اليومية ربما للسكان، هل هي في المتناول؟ وإذا لم تكن كذلك، كيف يتم تلبية حاجات السكان؟ هنا نتحدث ربما فقط عن العاصمة صنعاء، إذا كانت كل السيارات حتى المدنية منها تستهدف من قبل الطائرات السعودية. صحيح دينا، حتى هذه اللحظة ليس هناك أزمة في المواد الغذائية في صنعاء. هناك تأكيدات من وزارة التجارة والصناعة اليمنية عن وجود مخزون غذائي يكفي لستة أشهر. هذا الأمر طمأن السكان في العاصمة وفي مناطق أخرى. اليوم وزارة الصناعة طالبت التجار بتقديم تقارير عن مخزونهم من المواد الغذائية لطمأنة أيضا الشعب الذي يبدو في حالة قلق كبيرة، وهناك مخاوف تتزايد يوما بعد آخر مع استمرار العمليات القصف على المدنيين، على المنشآت الحيوية وعلى المصانع. لكن وزارة الصحة تتحرك في هذا الجانب، أيضا وزارة النفط اليمنية، وإن كانت الغارات قد بدأت باستهداف محطات الوقود في صعدة وفي محافظات أخرى، إضافة إلى استهداف ناقلات النفط والغاز على الطرقات الرئيسية. وزارة النفط تتحدث عن مخزون نفطي أو من الوقود يكفي لأشهر، لكن في النهاية هناك مخاوف في الشارع. قد نجد أحيانا أو في بعض الأوقات طوابير طويلة أمام محطات تزويد الوقود في العاصمة، وفي محافظات أخرى قد امتدت إليها عملية القصف والعدوان المتواصل. إذا أحمد عبد الرحمن، شكرا لك على كل هذه المعلومات، بالتأكيد سنعود إليك في فترات أخرى لموافاتنا بكل جديد. شكرا لك مراسلنا من صنعاء. تدخل كرة النار التي أطلقتها السعودية وحلفاؤها في اليمن يومها السابع التصعيد والإصرار على الدفع بالعمليات العسكرية ركيزة التوجهات لقادة الحلف السعودي في مقابل خطوات باتجاه الحل السياسي تطلقها طهران والجزائر. حسن عبد الله والتفاصيل. لا مكان للحل السياسي قبل أن تستكمل عاصفة الحزم السعودية أهدافها في اليمن. وزير خارجية المملكة سعود الفيصل يؤكد أن العمليات العسكرية مستمرة. أكثر من ذلك، فإن الدبلوماسية السعودية يعلن جاهزية بلاده للحرب إذا قرعت طبولها كما يطلب. لمواقف الوزير السعودي دلالات سياسية وعسكرية كبيرة، ويقرأ فيها المحللون رفضا مسبقا لأي مبادرة لتسوية الأزمة سياسيا. الأمم المتحدة ناشدت غير مرة العودة إلى الحوار السياسي. موسكو ودول كثيرة ركزت على التوجه السلمي نفسه. إيران تعلن إرسال وكيل الخارجية الإيرانية إلى عمان في مستهل جولة في بعض دول المنطقة بعد يوم على كشف مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وجود اقتراح لحل الأزمة والتواصل مع السعودية للتعاون في هذا الشأن. التصعيد السعودي يصيب في الوقت نفسه مبادرات سلمية أخرى رشحت عن تحرك جزائري بين الرياض وطهران والقاهرة، تحرك يستند إلى هدفين: الأول منع امتداد النزاع المسلح إلى جبهات أخرى، والثاني وقف الحرب ورفع الحصار عن اليمن على أن يتولى الجيش اليمني زمام الأمن في البلاد وتؤلف هيئة لإدارتها يكون عبد رب منصور هادي أحد أعضائها. الدعوات الإقليمية والأممية لتفادي الأسوأ في اليمن والمبادرات الجزائرية لم تجد آذانا صاغية حتى الآن، يقول المراقبون، ولا سيما أن الرياض وحلفها من باكستان إلى واشنطن تدعو إلى توسيع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ليصبح بمثابة الشرطة الدولية لمحاربة كافة التنظيمات الإرهابية وفق التصنيف السعودي للإرهاب. صدت القوات العراقية والحشد الشعبي هجوما كبيرا لداعش غرب سامراء، فيما أعادت القوات العراقية فتح طريق تكريت الرئيسية باتجاه المدينة. وكانت القوات العراقية المشتركة قد دخلت وسط المدينة، وأفاد مراسلنا بأن القوات الأمنية اعتقلت العديد من المسلحين الأجانب وعملت على تفكيك العبوات الناسفة. رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي دعا مجلس محافظة صلاح الدين إلى عقد جلسته المقبلة في تكريت، وأكد أنه سيجري الاتفاق مع الحكومة المحلية في المحافظة على الإسراع بإعادة الأسر النازحة إلى المدينة، فيما وجهت دعوات إلى عشائر صلاح الدين للمساعدة على الإمساك بالأرض المحررة.
أقدم لكم البشرى وللمواطنين الكرام بأن قواتنا البطلة قد دخلت إلى وسط تكريت قبل قليل ورفعت العلم العراقي فوق مبنى المحافظة. وتقوم الآن بتطهير باقي أطراف وأجزاء المحافظة، لأن الدواعش يقومون للأسف في كل منطقة ينسحبون منها ويقهرون فيها، يقومون بتفخيخ البيوت والمباني الحكومية وتدمير جميع المنشآت. وينضم إلينا من تكريت مراسلنا عبد الله بدران. عبد الله، لو حدثنا عن المشهد الآن لديك كيف هو، تفضل. نعم دينا، القوات الأمنية العراقية بالفعل تمكنت ودخلت إلى تكريت مركز محافظة صلاح الدين وسيطرت على كل المجمعات الرئيسية والمنشآت الخدمية، بدءا من المجمع الحكومي حيث نقف نحن الآن، وكذلك مكاتب الوزارات العراقية. هناك بعض المعالجات الأمنية كما ذكر وزير الداخلية العراقي محمد سالم الغبان، وهذه المعالجات تقع إلى شمال تكريت مركز المحافظة، وسبب ذلك وجود يعني انتحاريين يتوقع أن يهاجموا القوات الأمنية أو قوات وفرق الجهد الهندسي التي تبحث عن العبوات الناسفة والمفخخات والمنازل التي يقوم داعش عادة بتفخيخها قبل الانسحاب. كانت الميادين قد رصدت اتصالات، طبعا رصدت مع استخبارات كتائب حزب الله اتصالات في مسلحي داعش، ربما هذه اطلاقات يعني فرح من قبل عناصر الامن العراقي. الميادين كانت مع استخبارات كتائب حزب الله عندما رصدت اتصالات بين مسلحي داعش، كانت هذه الاتصالات تتحدث عن اعتراف ضمني من قبل المسلحين بالخساره وخساره المدينه وانكسارهم وسيطره القوات الامنيه العراقيه. لست أدري، هناك أعمدة دخان تنبئ بانفجار أحد الأماكن المفخخة من قبل مسلحي داعش. عادة عندما تكون العبوات الناسفة معقدة بعض الشيء لدى المسلحين، فإن الأمن العراقي يقوم بهذا التفجير منعا لوقوع إصابات بين أفراد الجهد الهندسي والقوات الأمنية العراقية. من المفترض أن تكون المرحلة المقبلة وبعد إتمام المعالجات الأمنية شمال مدينة تكريت هو عملية مسك أرض وانتشار على الأرض من قبل الأمن العراقي، يعني محاولة مسك الأرض والاندفاع بالقوات الأمنية العراقية وتقديم الإسناد لها لما يريد أن يتقدم نحو الشرقاط إلى أقصى الشمال الغربي من محافظة صلاح الدين. طيب نعم عبد الله، في الأمكنة التي تسنى لك أن تراها داخل المدينة، ما هي أبرز المشاهدات؟ نعم، أبرز المشاهدات، كل المشاهدات تنبئ بحدة الاشتباكات التي عاشتها تكريت، خصوصا وأن مسلحي داعش كانت تكريت تمثل رمزية لهم كونها مركز المدينة التي يعني توصف بولاية صلاح الدين لدى تنظيم داعش، وبالتالي كانت هناك اشتباكات حادة جدا، خصوصا أن القوات الأمنية العراقية دخلت إلى تكريت من ثلاثة محاور رئيسية، وكل محور تحول إلى محورين داخل المدينة، كل محور تحول إلى محورين. الأول هو محور كتيبة صواريخ وإسناد مدفعي، والمحور الثاني هو الراجلة والقوات الاقتحامية التي مهمتها بعد التسلل تأمين مفترقات الطرق وكذلك المنشآت الرسمية والمؤسسات الخدمية والتقاطعات المهمة والاستراتيجية داخل تكريت مركز محافظة صلاح الدين. مسلحو داعش عمدوا طبعا إلى اعتماد مادة السيفور في تفخيخ الأبنية والطرقات وتصنيع العبوات الناسفة. قبل قليل تمكنت القوات الأمنية العراقية من تفكيك العبوات الناسفة التي فخخ بها مكتب وزارة الإسكان. نعم. والذي يكون بجوار مبنى مجلس محافظة صلاح الدين. نعم دينا. إذن عبد الله بدران مراسلنا من تكريت، شكرا لك. وزير الداخلية العراقي محمد الغبان قال إن معظم تكريت تحرر، مشيرا إلى وجود جيوب وخلايا نائمة في الأنبار وفي بعض مناطق صلاح الدين يجري التصدي لها، وتوقع القضاء عليها نهائيا قريبا. تكريت اليوم معظمها محرر، لم يبقى إلا الشيء القليل، وسنزف البشرة خلال إن شاء الله الساعات القادمة بالقضاء على الجيوب التي بقت في هذه المدينة، ومعظم المدينة اليوم هو محرر، وإن شاء الله كما قلت في الساعات القادمة ستنتهي هذه الجيوب، لأن العدو اندحر بالكامل وفقد كل قدراته ومعنوياته، وإن شاء الله تنتهي المعركة.
الناطق الرسمي باسم الحشد الشعبي القيادي في كتائب سيد الشهداء عباس الزيدي رأى أن تحرير تكريت يعني تأمين مدينة باجي والوقوف على أعتاب مدينة الموصل. طيران التحالف الدولي كان له دورا سلبيا في الرمادي، في أديالة، في حتى صلاح الدين وبلد، وسقوط منطقة البغدادي في يد الإرهاب بمساعدة الطيران التحالف عن طريق ضرب حقيقة قوات العسكرية العراقية. لا زال حتى هذه اللحظة بعض الشهداء الجيش العراقي تحت الإنقاض أثر الضربات الأمريكية، فلذلك كان لدينا تحفظ. وأما عملية الانسحاب وكذا أنا أنفيها بالمجمل. الميادين واكبت سير العملية العسكرية في حي القادسية حيث دارت معارك عنيفة بين الحشد الشعبي والسلطة الاتحادية من جهة ومسلحي داعش من الجهة المقابلة. علي مرتضى والتفاصيل. ساعة الصفر بدأت لدخول حي القادسية، هي الكتائب المشاركة والمنضوية تحت الحشد الشعبي تقوم باقتحام حي القادسية. الآن قسم هذا الحي إلى ثلاثة محاور كما نرى، فإن أثار الاشتباكات واضحة جدا في الصورة التي تظهر أمامنا الآن. القوات العسكرية والأرتال العسكرية التابعة للحشد الشعبي تقوم باقتحام حي القادسية من ثلاثة محاور، الأول من ناحية الجنوب والوسط، والثاني من ناحية الشمال. هذه القوات تتقدم حاليا وسط اطلاق كثيف للنار وقذائف الهاون التي يتم اطلاقها من الخطوط الخلفيه لتامين دخول القوات الى داخل حي القادسيه. الاشتباكات التي نسمعها الان قويه جدا وتبدو انها من شارع الى شارع ومن منزل الى منزل. اليوم الاخوان من كتائب حزب الله بدات بالدخول والعمليه بالهجوم المباشر، والحمد لله وتم التوفيق، وبقى شيء قليل إن شاء الله من تكريت، ما باقي إلا ساعات القليلة إن شاء الله نعلن بعون الله تعالى التحرير 100%. القوات الأمنية العراقية وبآلياتها تقوم الآن باقتحام شارع وحي القادسية شمال تكريت كما نرى، فإن هذه القوات تتقدم وسط قصف عنيف يتم من قبل القوات التي تساند القوات المتقدمة في المحور المتقدم. قذائف الهاون لا تتوقف، تنزل كل مطر على حي القادسية تمهيدا لدخول القوات الأمنية العراقية إلى داخل هذا الحي. الحي هذا كبير نسبيا بمساحته، وهو يمتد من شمال تكريت، من شمال غرب تكريت وحتى قاعدة السبايكر، لذلك لا يعتبر تحريره بالأمر السهل عسكريا. أصوات القذائف تسمع إلى هنا، هذه القذائف التي تسقط داخل حي القادسية. تنفك الأخبار الطيبة تصل إلى محاور القتال هنا في تكريت. القوات الأمنية التابعة للحشد الشعبي استطاعت الالتقاء في العديد من المحاور المقتحمة لهذا الحي، ويبدو أن الساعات المقبلة سوف تحمل خبر تحرير حي القادسية لمختلف العراقيين. حسين شعلان، علي مرتضى، حي القادسية في تكريت، الميادين. أفادت مراسلتنا في سوريا بنشوب اشتباكات بين مسلحين من مجموعة أكناف بيت المقدس وداعش في محيط جامع فلسطين بمخيم اليرموك، وذلك بعد تسلل عناصر من داعش أتين من الحجر الأسود باتجاه محيط الجامع وشارع 15. مصادر ميدانية أفادت الميادين بأن عناصر داعش دخلوا المخيم من جهة الحجر الأسود وبتسهيل من جبهة النصرة، وبأن الاشتباكات اندلعت في شارع 30 وانتقلت إلى ساحة الريجي حيث تحاصر داعش قارة لحماس. وبحسب المصادر فإن قسما من النصرة بايع داعش سرا، وهو من سلم مواقعه لداعش وأدخلها إلى المخيم لإنهاء أكناف بيت المقدس. وفي ريف السلمية ارتفع إلى 48 عدد شهداء المجزرة التي ارتكبها مسلحو داعش في قرية المبعوجة التي تتمتع بموقع مهم للجيش في صد هجمة المسلحين على ريف حماة الشرقي. التنظيم اختطف عددا من المدنيين بينما فر بعضهم باتجاه مدينة السلمية بعد هجوم داعش ليلة الثلاثاء. وقد استعاد الجيش السوري السيطرة على القرية بعد اشتباكات ضارية مع المسلحين. وتنضم إلينا من دمشق وزيرة الشؤون الاجتماعية السورية الدكتورة كيندا شماط. دكتور كيندا، نسأل بداية الرواية لهذه المجزرة، كيف جرت بالتحديد وحصيلة الشهداء حتى الساعة؟ تفضلي.
مساء الخير للجميع. طبعا هاجمت المجموعات المسلحة من تنظيم داعش التكفيري قرية المبعوجة في ريف السلمية في ليل 31/3. طبعا هذا التنظيم مباشرة استخدم المدنيين كدروع بشرية ليمنع أي قوة حماية أو يمنع قوات الجيش من الدخول لحماية النساء والأطفال. طبعا الحصيلة التي تم توثيقها 48 شهيد أغلبهم من النساء والأطفال والعجزة، بالإضافة إلى أن الملاحظ بأن التنظيم عمد إلى حرق عائلات بكاملها، بالإضافة طبعا تم توثيق حرق 8 عائلات. للأسف الشديد يعني لم تستطع إلى الآن أن نصل إلى تحديد الهوية، لا سيما في عائلة تم حرق الأب والأم والبنات الثلاث، لم تستطع طبعا التعرف إلى جثث الفتيات الثلاث وهم من الأطفال القصار. طبعا هناك توثيق لاختطاف عدد من المدنيين، بالإضافة إلى أن هذا التنظيم عمد إلى زرع عبوات ناسفة في المنازل لكي أيضا يؤخر دخول الجيش لإنقاذ ما تبقى من المدنيين في تلك المنطقة. طيب حول يعني المدنيين الذين تم اختطافهم على أيدي عناصر داعش بعد هذه المجزرة، هل لديكم أي تفاصيل أو أي معلومات ومعطيات حول الجهة التي تم اقتيادهم إليها؟ كما تعرفين موضوع اختطاف المدنيين لا سيما من النساء والأطفال تكررت كثيرا في خلال الحرب على سوريا. شهدنا حالات منذ عام 2011 ولغاية اليوم قامت بها التنظيمات المسلحة الإرهابية بغض النظر عن التسمية. كنا نتحدث الآن عن تنظيم داعش أو جبهة النصرة أو التنظيمات المسلحة، والتي للأسف الشديد يطلق عليها المعارضة المعتدلة المسلحة، ارتكبت هذا النوع من الجرائم. وكما تعرفين هذه جرائم ترقى لأن تكون جرائم حرب وفق المعايير الدولية. يتم عادة اختطاف المدنيين وأخذهم إلى جهات مجهولة لكي يتجهوا في الفترات اللاحقة للمفاوضة عليهم، ربما لبعض الموقوفين لدى السلطات السورية، لا سيما من قادة التنظيمات الإرهابية. أيضا كما تعرفين النساء والأطفال هم سلاح استخدمته التنظيمات المسلحة في سوريا بغية الانتقام والإذلال من فئات المجتمع السوري. هذا الذي حدث في المبعوجة خلال يومين الفائتين نفسه تكرر في منذ أيام في بصرة الشام، وتم ذبح عدد من العائلات منهم مسنين وأطفال وعائلة بكاملها تم ذبحها. للأسف الشديد أحداث اليمن يعني غطت على هذه الجرائم التي ارتكبت في بصرة الشام، بالإضافة طبعا إلى أننا نتواصل أيضا نرصد الانتهاكات التي وقعت داخل مدينة إدلب بعد أن دخلتها جبهة النصرة وارتكبت فيها جرائم بشعة بحق المدنيين. طيب سيدة كندا، يعني برجوع لما تتحدثين عن حول أنه أكثر من منطقة تم استهدافها من قبل الجماعات المسلحة، جماعات مسلحة متطرفة طبعا، ما هو أو ما هي السياسة التي تتبعها السلطات، أو ربما هل لديها سياسة واضحة تجاه إمكانية التواصل أو ربما حماية المدنيين المتواجدين داخل أماكن السيطرة، أماكن سيطرة داعش أو سيطرة هذه الجماعات المسلحة، وهل من هناك من إمكانية لإخراجهم أيضا وحمايتهم؟ كما تعرفين بغض النظر طبعا عن تسمية أي تنظيم إرهابي في سوريا، بالنسبة لنا جميعا ونتحدث هنا بلغة الشارع السوري، اليوم هذه التنظيمات تختلف في الأسماء إلى أن الانتهاكات التي ترتكبها واحدة. الحكومة السورية حاولت في الماضي إخراج المدنيين من أكثر من منطقة وقد نجحنا في ذلك عبر وساطة المجتمع المحلي، بالإضافة إلى أنكم وكما يعرف الجميع وجود المدنيين دائما في أي منطقة يدخلها أي تنظيم إرهابي يعيق حركة الجيش، لأننا لا نستطيع أن نقوم بعمليات عسكرية شاملة في هذه المناطق طالما هناك مدنيين. يعني سأعطيك مثال الجميع يتذكره، في جبل الشاعر استخدمت الحكومة كل الأسلحة ابتداء من الأسلحة التقليدية انتهاء بالطيران باعتبار أن المنطقة خالية من المدنيين، لكن في منطقة مثل الوعر أو في منطقة مثل قرية المبعوجة أو حتى في بصرة الشام كان من
المدينة أو حتى في مدينة إدلب، من الصعب جدا أن تشن عمليات واسعة طالما هناك مدنيين وهم يعرفون أن الجيش لا يمكن أن يضرب في منطقة فيها تجمع للمدنيين. بالإضافة إلى أن الحكومة السورية طبعا أجرت بعض التسويات في أو المصالحات المحلية في بعض المناطق، وكانت الغاية الأساسية تحييد المدنيين وبالتالي هي تأمين حماية أفضل لهم، لكن وكما يعرف الجميع هذه التنظيمات غالبا ما تدخل إلى المناطق الآهلة بالسكان لتستخدم المدنيين كدروع بشرية. نعم، إذا السيدة كندا شماط وزيرة الشؤون الاجتماعية السورية حدثنا من دمشق، شكرا لك. وفي لبنان تشهد بلدة أرسال في البقاع شرق البلاد توترا على خلفية قيام مسلحين تكفيريين سوريين باختطاف المواطن حسين سيف الدين من بلدة حوش الرافقة. الحادث أثار حفيظة الأهالي الذين رأوا فيه محاولة من قبل الجماعات التكفيرية لعزل أرسال عن محيطها وإعادة خلق التوتر بين أرسال وقرى الجوار. عدد من المواطنين أقدموا على احتجاز نحو 23 سوريا للمطالبة بالإفراج عن المخطوف سيف الدين، وقد حاولت مجموعة مسلحة القيام بتحريرهم بالقوة فتصدى لهم الأهالي حيث تبادلوا معهم إطلاق النار لبعض الوقت. ينضم إلينا من البقاع مراسلنا محمد الساحلي. محمد، ما الذي جرى بالتحديد والأوضاع الآن لديك كيف هي؟ نعم، توتر شديد سادت بلدة أرسال بعد قيام قبل أيام مجموعة من النازحين السوريين باختطاف مواطن من آل سيف الدين، تحديدا مواطنين من آل وردي من بلدة قارة السورية. قام على الفور أهلي من عائلة سيف الدين باختطاف شخصين من داخل من آل كرومبي. عند تدخل الوساطات ووجهاء المنطقة قاموا بإعادتهما اليوم على أن تتكفل وجهاء عرسال بإطلاق المخطوف حسين سيف الدين، إلا أن الخاطفين لم يبادروا إلى إطلاق سيف الدين الذي أشارت المصادر أنه ما زال محتجز داخل البلدة. فقام شبان من عرسال بتغطية من أهالي البلدة ووجهاء البلدة باحتجاز 30 سوريا، فعمد بعض الشبان السوريين أو النازحين السوريين إلى إطلاق النار لتحرير هؤلاء النازحين هؤلاء المحتجزين بالقوة. فدارت لبعض الوقت اشتباكات وتبادل إطلاق النار مع أهالي البلدة. الجيش اللبناني عمل على تطويق البلدة بشكل كامل، قام أيضا بتقوية الحواجز المحيطة بالبلدة. نعم، إذا محمد الساحلي مراسلنا من البقاع شرق لبنان، شكرا لك. أصبحت فلسطين رسميا عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ما يتيح لها قانونيا ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين. وجاء القرار أو قرار الأمم المتحدة بقبول فلسطين عضوا في المحكمة في يناير كانون الثاني الماضي، استجابة لطلبها الذي جاء في إطار حملة دبلوماسية أطلقتها السلطة الفلسطينية لنيل الاعتراف دوليا بعد فشل المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. وينضم إلينا في الاستوديو أستاذ القانون الدولي العام الدكتور عادل خليفة. دكتور عادل، أهلا بك في استوديو الميادين. أهلا فيك. بداية، هذه الخطوة ما الذي تعنيه بالنسبة للفلسطينيين؟ بداية، هذه الخطوة تعني للفلسطينيين بأنهم أصبحوا عضوا كاملا في محكمة الجزاء الدولية. نعم. وبالتالي فإن اتفاقية روما التي تعتمدها محكمة الجزاء الدولية في أنشطتها وكنظام ودستور لهذه المحكمة أصبحت تدخل حيز التنفيذ بكامل بنودها بالنسبة لفلسطين، وبالتالي تصبح عضوا كامل الحقوق والواجبات كأي دولة عضو في هذه المحكمة. طيب، ما هي الحقوق والواجبات اليوم المترتبة على دولة فلسطين كعضو في محكمة الجنايات الدولية؟ فلسطين حاليا تستفيد من كونها أصبحت عضوا في محكمة الجزاء الدولية من خلال تقديمها دعوة لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين والقادة الإسرائيليين عن الجرائم التي ارتكبوها في حق الفلسطينيين، وخاصة فيما خص موضوع أو جريمتين تنطبق حاليا على ما حصل بفلسطين. الجريمة الأولى وهذه النية الفلسطينية المعلنة منذ فترة
تدخل ضمن جرائم الحرب وهي العملية الاستيطان المستمر في الضفة الغربية وفي المناطق الأخرى. هذه الجريمة المستمرة التي تعتمدها إسرائيل تدخل ضمن المواد 6 و7 و8 في محكمة الجناء الدولية، والتي تعتبر أن الاستيطان جريمة حرب. أما الموضوع الثاني أو الجريمة الثانية فهي جريمة تدخل ضمن نطاق جريمة ضد الإنسانية، وهي كل العمليات العنصرية وعمليات الفصل العنصري التي تقوم بها إسرائيل أيضا ضد الفلسطينيين، وبالتالي تريد فلسطين أو المسؤولين الفلسطينيين أن يحاكموا كل الأشخاص الذين دمروا وقتلوا وعملوا في هذا الطريق ضد الفلسطينيين. لأن كل المسار الذي سارت فيه القضية الفلسطينية كانت إسرائيل وكأنها حالة استثنائية بالقانون الدولي، لا تطبق ولا تعترف بشرعية دولية. اليوم بعد دولية. بعد هذه الخطوة، هل بالإمكانية فعلا اتخاذ خطوات عملية باتجاه محاكمة إن كان مسؤولين إسرائيليين أو إن كان ربما على مستوى مؤسسات إذا استطعنا التحدث؟ دون أدنى شك المحكمة تحاكم أشخاص. نعم. وبالتالي أو يتقدم إلى المحكمة ملف والمدعي العام يستدعي الأشخاص المسؤولين عن هذا الملف الذي له علاقة بالجرائم التي ذكرت. يستطيع الفلسطينيون فإذا الادعاء، لكن هناك محاذير وثغرات يتحدث عنها متخصصي العلاقات الدولية والقانون الدولي وعقبات حتى أمام هذا الانتصار ربما الذي سمي باختصار شديد. هذه العقبات ما هي؟ أولا المادة 31. يعني هناك عقبات قانونية وعقبات سياسية. العقبات القانونية هي لها علاقة بمواد التي أسست محكمة الجزاء الدولية. أولا أن محكمة الجزاء الدولية هي محكمة مكملة للقضاء الوطني. وبالتالي إسرائيل بما نعلم عنها من تحايل وإساءة للفلسطينيين تستطيع أن تدعي أنني أريد أن أحاكم أنا المسؤولين عن هذا الموضوع بمحاكم الخاصة، وفعلتها سابقا عدة مرات. المادة 31 من قانون محكمة الجزاء الدولية أيضا تقول أنه تستطيع الدولة أنه تدافع عن نفسها ولكن بطريقة معقولة. المادة 16 تعطي الحق لمجلس الأمن تأجيل المحاكمة سنة، كما وأن يستطيع مجلس الأمن أن يؤجل أيضا سنة أخرى بنفس الشروط. لذلك هذه عقبات. كما وأنه نقطة أخيرة، تستطيع إسرائيل أن تدعي علينا، تدعي على المقاومة. بكل أحوال يعني هذا حديث يطول في مخص هذه المحكمة. الدكتور عادل خليفة أستاذ القانون الدولي العام في الجامعة اللبنانية، شكرا لك. وفي تركيا اعتقلت السلطات مسلحين اقتحما مقر حزب الحرية والعدالة الحاكم بإحدى ضواحي اسطنبول. عملية الاقتحام تأتي غداة مقتل المدعي العام في اسطنبول برصاص الشرطة أثناء محاولة تحريره من خاطفيه، في عملية أدت أيضا إلى مقتل خاطفيه. جماعة يسارية متطرفة كانت قد احتجزت المدعي العام في مبنى المحكمة في المدينة.